حدثت سرقة بعد ما وضعت إطار عسل خارج الخالية وبدأت بالفحص. انظروا كيف هاجم هذا النحل، هاجم هذه الخالية الطورية. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم النحل أبي. تحية لكم من الجزائر، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعنا اليوم أصدقائي الكرام هو السرقة بين خلايا النحل. تعتبر السرقة بين النحل من أهم المشاكل الكبيرة التي تواجه النحال في الصيف وكذلك في بداية الخريف. والسرقة هي هجوم نحل جائع على نحل آخر لغرض أخذ العسل، وتتضرر كثيرا المناحل الضعيفة من هذه الآفة، أي آفة السرقة، وأحيانا تهلك الخلايا، ويمكن للنحل السارق أن يقتل المنحل بكامله. إذن ما هي أسباب السرقة؟ هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى السرقة بين النحل. رقم واحد، الجفاف وشح المرعى، هذا يعني السبب الأول. يعني عندما تكون هناك أو يكون هناك رحيق وحبوب لقاح في الطبيعة، النحل لا يلجأ إلى السرقة. كذلك ترك الإطارات بها عسل أمام المنحل، عندما يفحص النحال يترك خلايا أمام المنحل ولو حتى يكون فيه رش فقط في العيون السداسية، فهذا يؤدي إلى السرقة بين النحل. كذلك نقطة ثالثة، سيلان محلول السكري أمام الخلايا بعد التغذية، أي عندما يغذي النحال ممكن تسيل بعض قطرات من محلول السكري، وهذا ما يجلب النحل السارق إلى المنحل. رابعا، إطالة فترة الفحص من طرف النحال في فصل الصيف وبداية الخريف، وهذه نقطة كذلك تجلب كثيرا النحل السارح إلى أو النحل السارق إلى المنحل. خامسا، ترك إطارات العسل لفترة طويلة أثناء جني العسل أمام المنحل، أي أن النحال أثناء فترة جني العسل يستخرج الكثير من الإطارات ويضعها في العاسلات ثم يتركها أمام المنحل لفترة طويلة، ممكن حتى يكمل العمل، وهذا خطأ كبير جدا، هذا ما يجلب النحل السارق إلى المنحل، وممكن بعد ذلك تكون عواقب كبيرة للنحل ويستطيع أن يتحكم في هذا النحل الذي يهاجم نحله. سادسا، فرز إطارات العسل في الهواء الطلق. دائما وأحيانا يخطئ النحال أثناء فرز الإطارات فيفرزها قريب من المنحل في منطقة مفتوحة، وهذا ما يؤدي أو ما يجلب النحل السارق. نأتي الآن إلى الوقاية. رقم واحد، عدم وضع إطارات العسل أمام الخلايا أو بالقرب من المنحل أثناء الفحص أو أثناء الفرز. اختيار الوقت المناسب لتغذية النحل، ومن الأحسن مع غروب الشمس. عدم سكب المحلول السكري على الأرض أو القيام بالتغذية الخارجية، هذا طبعا ينطبق على فصل الصيف وكذلك فصل الخريف، أي في بداية الخريف في الشتاء السرقة غير موجودة. رابعا، فرز العسل في غرف مغلقة أو بعيدة عن النحل. يجب على النحال دائما عند فرزه لإطارة العسل يكون بعيد عن النحل وعلى المنحل. خامسا، السرعة أثناء عملية فحص النحل في هذه الفصول، يعني عندما يفحص النحل يجب أن يسرع ولا يتماطل أثناء رفع الإطارات وكذلك فتح الخلايا. الحلول، نأتي الآن إلى الحلول الممكنة. أولا، تضييق المداخل أو أبواب الخلايا أو حتى الغلق على الخلايا بشباك أو بالمسطرة لفترة قصيرة حتى يغادر النحل السارق، طبعا هذا بعد رش الخلايا بالماء والملح. يعني ممكن النحال يستعمل الماء والملح ويقوم بسكب هذا الماء على كل الخلايا سواء القوية أو الضعيفة. والنحل السارق يعني ليس فقط من المنحل، ممكن يأتي من مناحل مجاورة، خاصة إذا كانت هذه المناحل جائعة أو صاحب هذه المناحل لا يغذي حتى الطرود، لا نتكلم عن العاسلات وإنما حتى على الطرود.
الحل الثاني يمكن نقل الخلايا لمكان بعيد للتخلص من النحل السارق، لأن النحل السارق يعني إذا هاجم نحل السارق نحلك في المنحل فهذا طبعا يكون مبرمج، يعني النحل يبرمج الأوقات التي يهاجم فيها، ودائما إذا أتى في المساء دائما يعيد الكرة في كل يوم، وممكن حتى يهاجم الخلايا القوية، يعني في الأول يبدأ بالخلايا الضعيفة ثم تمتد السرقة إلى الخلايا القوية، ولو حتى يكون نحل قوي وشرس فهو يهاجمه، يعني أي الخلايا القوية التي تمتلكها لا تستطيع أن تمنع مثلا 20 خلية أو 30 خلية تهاجم نحلك من كل الأصناف. غلق الشقوق والثقوب كي لا يدخل النحل السارق، يعني بعد ما نرش الإطارات هذه، عفوا بعد ما نرش الخلايا التي بها النحل يعني في منحلك، أحيانا تكون شقوق مما يسمح لهذا النحل المهاجم الذي يهاجم نحلك بالدخول إلى الخلية، هذا طبعا يكون مشكل كبير عندما يدخل النحل السارق الخلية، فهو يقتل النحل وممكن حتى يقتل الملكة، يأخذ العسل وحتى يفسد يخرب الشمع أو يأخذ الشمع. إذا كان هذا موضوع السرقة بين النحل وهي مشكلة خطيرة جدا، والله أعلم ممكن تكون كبيرة هذا العام أو كثيرة هذا العام نظرا لشح المرعى وكذلك عدم تخزين العسل من طرف النحل لأسباب كثيرة، منها الجفاف، ارتفاع درجة الحرارة، الرياح الجنوبية التي تعرقل سروح النحل. يعني النحال دائما يقوم بأخذ الاحتياطات الواجبة. السرقة بين النحل يعني مشكل كبير ولا يستطيع النحال أن يتحكم فيه، يا إما لا يقوم بالأخطاء أو عند حدوث سرقة يعني يوميا تحدث على عدة مرات فهو مباشرة يقوم بنقل هذه الخلايا إلى مناطق بعيدة كي يتفادى هذا المشكل. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم، ولا تنسوا الاشتراك معنا وتدعيمنا في القناة. إلى اللقاء.